وايد بلا شك كلام الاستاذ خليفه، ولكن اود ان نذكر ان الاستاذ احمد عيد عندما تولى رئاسه الاتحاد يعني من ضمن ذكر ما له ايضا قالوا انه سيرتفع بتصنيف الاتحاد المنتخب السعودي من خلال الاتحاد الدولي مما فوق المئة الى الاربعينات. اشعر بان الرجل يتجه الى هذا الهدف بشكل ايجابي اذا ما تاهل المنتخب السعودي بتوفيق الله الى كاس العالم. اعتقد انه سيكون قد وصل الى هدفه، وهذه نقطه ايجابيه تشكل له. والسلبيات بلا شك موجوده، ولكن ايضا تجديد الدماء وتجديد الفكر والاداره والتطوير شيء ايضا مطلوب، ودعواتنا للجميع بالتوفيق سواء الاستاذ احمد عيد او من سياتي. ولا مانع من اعاده صياغه بعض اللوائح في النظام الاساسي لاتحاد القدم، يعني على سبيل المثال ان الاتحاد المنتخب الجديد بدل ما تنتهي فتره اربع سنوات في منتصف الموسم يكون هناك بند يشرط عليهم انه يكون مثلا في بدايه الموسم او في نهايه الموسم، ما ياتي في فتره معلقه. يعني يمكن هذا الفتره الان الفتره المعلقه هذه مسببه ربكه للمشهد الرياضي. إذا سمحت لي أستاذ، كان تحدث مسؤول اتحاد القدم منذ سنوات وربما عن أنه سيكون هناك جدولة للأنشطة الرياضية لسنوات قادمة طويلة. قد تستغرب أنه سواء الاتحاد الدولي أو الاتحاد الأوروبي لديه جدولة لثلاث أو أربع سنوات قادمة في مواعيد المباريات وتواريخها وبالساعة. نحن لم نملك حتى الآن جدولة ربما لتوقفات المنتخب خلال أو الأنشطة خلال الفترات المقبلة، فهذه نقطة لا تزال سلبية جدا على مسؤول الاتحاد السعودي لكرة القدم. تجاوز موضوع عدم وضوح الجدول بشكل مبكر لسنوات قادمة، ثم أيضا عدم يعني اتخاذ القرارات الضبابية، يعني أعطينا قرار سليم ومبكر. أيضا الموضوع كما ذكر أحد المتابعين المنتخب انقطاع الدوري لفترة طويلة مزعجة جدا على المنتخب وعلى المستويات وعلى المتابعة. نعم، طيب دكتور خليفة.